أول كاتب لبناني بالتاريخ يدخل الأكاديمية الفرنسية. وعدكم أنه ناخد حديث مطول من الكاتب أمين معلوف بعد ظهوره بمقابلات عبر CNN واليورو نيوز. كارين بستاني تستضيف الكاتب اللبناني العالمي أمين معلوف. رح نحضر كلنا عرس الثقافة بلقاء خاص ولأول مرة بالشرق الأوسط مباشرة من فرنسا. عنا مقابلة على الام تي في حصرية مع أمين معلوف بكتاب السبت 12:30 إلى 5 بعد الظهر ضمن ام تي في Alive.